هلا الغالي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ الساعدي. شيخنا الفاضل. شيخ الساعدي، الله سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. كيف نخلص الدعاء لله؟ أفهم. لا إله إلا الله. رب الكعبة هرب. يا عوام الشيعة، ما هذا الدين؟ إن كان هؤلاء يأمرونكم بدعوة غير الله تبارك وتعالى، كيف تأخذون منهم دينكم؟ الله يأمرنا بإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكيف لهؤلاء الشيعة يدعون غير الله ولا يستطيعون إخلاص الدعاء لله؟ كان معكم عم الشيعي الهارب الساعدي.